أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أكدت هيئة المنافذ الحدودية أن المنافذ تسقط بعد انتهاء الدوام الرسمي. قال مدير المنافذ والجمارك أمام اللجنة المالية إن عمليات تزوير كبرى تحدث في بعض المنافذ الحدودية وتسقط أخرى بعد الساعة 3 عصرا. أكد وزير الزراعة في العراق صالح الحسيني أن التمور المستوردة تدخل العراق بطرق غير شرعية. اعترف الحسيني أن ما يدخل من هذه التمور إلى العراق يجب بطرق غير شرعية مثل بقية المحاصيل الأخرى. هذا وكان العراق ينتج 3/4 محصول التمور الإجمالي في العالم، أي نسبة 75%، وبأنواع مختلفة، بينما يأتي اليوم بعد مصر وإيران والسعودية في ترتيب الدول المنتجة للتمور. أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن ضبط شحنات من البضائع في مطار بغداد دون أوراق رسمية لدخول البلاد. أضافت الهيئة أن الشحنات المضبوطة تشمل كميات من الفيتامينات والسجائر وقطع غيار لمكائن ضاغطة للهواء بكميات تجارية وردت دون أوراق رسمية في محاولة لتهريبها إلى داخل العراق عبر مطار بغداد الدولي. يذكر أن كثيرا من عمليات التهريب عبر المطارات والمنافذ الحدودية تتورط فيها جهات حكومية وميليشياوية متنفذة. طلبت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى بالتحقيق في مصير شحنات اللحوم المسرطنة التي ضبطت في معبر سومار مندل الحدودي بين العراق وإيران. وأوضحت رئاسة اللجنة أن أهل ديالى يشعرون بالقلق من مصير هذه الشحنات واحتمال أن تكون دخلت إلى الأسواق وصارت في متداول المستهلكين، خصوصا وأن الجهات المختصة لم تكشف عن مصيرها رغم مرور أشهر منذ الإعلان عن ضبطها. قال رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم المقصوصي إن البلاد تملك قمحاً ورزاً يكفيان حتى نهاية عام 2019 فقط. وأكد أن العراق استورد نحو 400,000 طن من القمح منذ بداية هذا العام، ويحتاج بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين طن سنوياً، ويستورد نحو 2 مليون طن في المتوسط. اشترى العراق 2.65 طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم، أو 2.65 مليون طن منذ بداية الموسم في منتصف نيسان، يتجاوز بالفعل إجمالي مشتريات العام الماضي والبالغة 2.17 مليون طن. تراجع سعر صرف العملة الإيرانية في السوق السوداء مع تصاعد التوترات في الخليج العربي بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين بخليج عمان. جرى تداول العملة الإيرانية اليوم عند 13.6000 ريال للدولار، بعدما تم تداولها أمس عند مستوى 12,000 ريال للدولار الواحد. تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تصفير صادرات إيران من النفط عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها على خلفية اتهام طهران بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار دول المنطقة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار النفط والمعادن. بهذا نصل إلى ختام الموجز الاقتصادي. شكرا للمتابعة، في أمان الله.